ذكر مطاعم الحنيذ في الرياض فواحد من أهم القائمة حنيذ وعسل. السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. حنيذ وعسل المتخصصين في هالمجال بإشراف أبو محمد اللي الكل عارفه، حاليا بمناسبة الذكرى الخامسة على تأسيس الفرع خصم 10% إلى نهاية شهر أوغست. وين؟ في فرعهم الموجود في حي ظهرة لبن على شارع نجد مباشرة. ما عرفتوا الموقع، اكتبوا حنيذ وعسل بيوصلكم هنا مباشرة. قررت أغير نظامي وادخل النادي وأعيش ذاك الشعور اللي تعيشونه. كل شيء أبو محمد وصى عليه مدربي عادي، إلا أني أبدل الخرفان بالتونة، وأنا قدام الحنيذ ما أقاوم. وشعاركم الحنيذ على أصوله. والجميل والأجمل أن أبو محمد المشرف الأول والأخير على الحنيذ في المطعم. حنا في حنيذ وعسل. عطني تفاصيلك أبو محمد. الله يحيي متابعينك الكرام، يوم أحب ومسهلا. الله يرحبك. تفاصيلنا طال عمرك، أول شيء هي عالية الجودة. شغلنا يعتمد على أعلى معايير في الجودة، في الذبائح، في الرز، في الدجاج، في جميع ما تشاهدونه على السفرة ولا أي شيء تطلبونه، عالي الجودة لأبعد الحدود. وبذمة وضمير يعني، احنا انا مشرف على كل شيء بنفسي، على الطبخ، على المشتريات، على كل شيء بنفسي، انا اللي واقف على كل شيء في هذا المطعم. ممتاز جدا، سفرة جنوبية متكاملة من جميع الأطباق. محمد سفرة جنوبية متكاملة من جميع الأطباق، أول مرة تسوون هالخصم والتوصيل المجانا لجميع أنحاء الرياض في تطبيقات التوصيل. خصم 10% على كافة الأطباق، الإفطار، الغداء، العشاء، كل ما في المطعم عليه خصم 10%. طبعا السفرة الجنوبية والأكلات الشعبية المتكاملة شوفت عنكم، متخصصين في الحنيذ وأيضا الأطباق الجنوبية اللي تشوفونها قدامكم. أبو محمد ما قصر في الخصم 10% إلى نهاية شهر أوغست. من النادر أصلا يسوون عروض أو خصم، من النادر. شغلهم ماشي من سنوات، اللي يذكر أبو محمد من سنوات ما شاء الله تبارك الله متميزين في هالمجال. نيذ أبو محمد، الذبائح اللي عندكم أعطني تفاصيل. الذبائح طال عمرك نجيب ذبائح تيوس بلدي جنوبية وعربية، نوفرها بشكل يومي وذبح يومي وتحت إشرافي أنا، أنا اللي أشتريها وأنا اللي أذبحها. كل شيء عندنا ما شاء الله متميز، زي ما تشوف، شوف بياض اللحم لو تشوف يعني، كل قطعة عندنا على قولتهم فارقة. شوف ما شاء الله بياض اللحم. طبعا التصوير بدون فلتر، ومستحيل أني أحط فلتر سواء على مطعم أو غير مطعم، كالعادة تصوير بدون فلتر. وشوفت عينكم الجودة اللي عندهم، ومعروفين حنيذ وعسل. هذا طال عمرك العريكة الجنوبية بالبر الجنوبي يعني، والسمن البلدي والعسل زي ما تشوف. العافية. العافية. طيب اللي هنا هذا مشغوثة. طال عمرك مشغوثة سمن وعسل. يا سلام. واللي هنا هذا طال عمرك فتة الدخن أو مفالت، للي عندهم حساسية قمح أو كذا وفرنا لهم فتة الدخن بألذ، يعني ألذ من اللذيذ صراحة، السمن والعسل. ما شاء الله. واللي هنا معروف محبوب زي الكل، المرسى. المرسى سمن وعسل. ممتاز. واللي هنا هذه عصيدة جنوبية بالبر الجنوبي والمرق. مع المرق. مرق ذبايح بشكل يومي يطبخ. يا سلام. حنا وين؟ حنا في حنيذ وعسل، واستغلوا 10% لقسم الأفراد وقسم العوائل إلى نهاية شهر أوغست. بالإضافة توصيل مجانا وين ما كنت في الرياض، لا تقول المكان علي بعيد، توصيل مجانا على جميع تطبيقات التوصيل. أول مرة خدمات عالية، توصيل مجانا وخصم وشغل زين وجعل عافية. نويها جماعة كامل المنيو 10%. عندكم هنا دجاج الحنيذ مع رز الحنيذ المضغوط، دجاج الشواية. وش الرز الموجود؟ رز الشعبي. رز الشعبي أيضا، المندي مع الرز المندي. وهنا الأكلات الجنوبية بالإضافة للمضبي والرز الشعبي. جميع الأنواع، ممتاز، الإدامات، السلطات، أيضا الأكلات الجنوبية. وعندهم قسم خاص للإفطار الجميل جدا، إن خصم 10% زي ما ذكرنا، وعندهم توصيل مجانا لجميع أنحاء الرياض على تطبيقات التوصيل. استفيدوا يا جماعة من النادر يسوون هالخصم هذا بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس المطعم. فرع حنيذ وعسل عندهم الجلسات الـ للأفراد، جلسات كثير جدا، وعندهم الفي آي بي أيضا. في خدمة الفي آي بي في متوفر القهوة والشاهي والتمر، في هنا أحد الجلسات الفي آي بي، أيضا هناك الجلسة الثانية الفي آي بي، وكل هذه جلسات
للأفراد، عندهم قسم للعوائل أيضا. الله يوفقنا وياكم، اكتبوا حنيدة وعسل بيوصلكم هنا مباشرة، واستفيدوا من الخصم اللي 10% على كافة الأصناف بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس المطعم. حنيد على أصوله، هذا شعارهم، حنيد وعسل خصم 10% لأول مرة يسوونها على كامل الأصناف بمناسبة مرور 5 سنوات على الافتتاح، بالإضافة توصيل مجانا في جميع الأحياء في الرياض عبر تطبيقات التوصيل بإذن الله تعالى. طلبكم يوصلكم مجانا لأول مرة يسوون هالخصم والتوصيل المجانا على جميع التطبيقات. استفيدوا يا جماعة إلى نهاية شهر أغسطس فقط.